ما زالت أزمة كورونا ترمي بظلالها حول العالم، فلم تسلم أي دولة من انعكاساتها المدمرة على الاقتصاد والمجتمع، وعادت من جديد ممارسات أسرية متخلفة خال العالم أنه تخطاها منذ زمن بعيد، لعل أهمها العنف ضد المرأة. فعلى الرغم من أن الأسرة الصغيرة يفترض أن تكون مكاناً آمناً للمرأة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البشرية جمعاء مع تفشي فيروس كورونا المستجد والتزام الناس بتدابير الإغلاق والحجر الصحي والمنزلي كجزء من مخططات حكومية لمكافحة تفشي الفيروس، دق ناقوس الخطر حول ظاهرة تزايد العنف المنزلي وازدياد عدد المعنفات في الوسط الأسري. تفاقم المشاكل تعقد الحالة النفسية نتيجة توتر العلاقات العائلية الخاضعة للحجر الصحي في فضاء مغلق ولفترات طويلة. كل ذلك يساهم في زيادة الاحتقان والتوتر بين الزوجين لأسباب تافهة تؤدي إلى حالات عنف ومشاكل أسرية قد تمهد لرفع حالات الطلاق مستقبلاً. وتعد المرأة الضحية الأولى لحالات العنف المنزلي وبعدها الأطفال الذين يتأثرون بالمشاكل الزوجية، وتكون النساء عرضة للعنف من الرجال الذين يعانون ضغطا نفسيا بسبب ظروف اجتماعية أو صحية أو مالية، ويؤدي البقاء لمدة طويلة في البيت وضيق المكان والالتقاء فيه بين الأزواج إلى توتر وقلق ينتهيان إلى ممارسة العنف على الفئات الضعيفة المتمثلة في النساء والأطفال. العنف لا يقتصر على ساحات المعارك. بهذه الكلمات أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية حماية السيدات اللواتي التزمن بالبقاء في بيوتهن خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، داعياً الحكومات للتحرك لإيقاف العنف المنزلي وجعل مكافحته جزءاً رئيسياً من خطط الدول لمكافحة فيروس كورونا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريما تيفي.